هلو 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 هلو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، سعدت بوصول كتاب The Dopamine Nation لأن لمبكي. وكتاب هذا يعني كنت أحلم بقراءته منذ فترة، بعد ما أني سمعت لبعض الملخصات وبعض اللقاءات مع مؤلفته، وبعد ما أني يعني قرأت موضوع الدوبامين وسمعت عنه في الفيديوهات وما إلى ذلك. وهذا الكتاب من آخر الكتب التي خرجت تتناول هذا الموضوع، ومؤلفته هي الدكتورة رئيسة قسم الإدمان في جامعة ستانفورد. وستانفورد تعتبر من أعظم الجامعات، و يعني من التوب، أظن من التوب 10 في العالم، و رئيسة مركز إدماني أيضا في ستانفورد، وحصلت على العديد من الجوائز. وكتابها هذا يعتبر من أكثر الكتب مبيعا، وهي عنونت عنوان فرعي بالعثور على التوازن في عصر الانغماس. نعم، نشرع في التلخيص والتعليق. تقول أن هذا الكتاب عن المتعة وعن الألم، وبشكل أهم العلاقة بين المتعة والألم، وفهم العلاقة بين المتعة والألم يعتبر الآن أساسيا لكيف نعيش حياتنا. لماذا؟ تقول لأننا انتقلنا من حياة النقص في الماديات إلى حياة أو الملهيات والممتعات واللذات، إلى حياة الوفرة في الماديات والملهيات واللذات، المخدرات، الأكل، الأخبار، القمار، التسوق، الألعاب الجيمز، التكستينج، المراسلات النصية، السكستينج، المراسلات النصية المتعلقة بالجنس، فيسبوكينج، الفيسبوك، الانستغرامينج، يوتيوبينج، تويتينج. تقول والقائمة تزداد يوم بعد يوم، أنا أصبح تيك توكينج بعد. فتقول أن هذه تعطيك محفزات قوية متنوعة من الدوبامين. تقول الهاتف الذكي، تقول هو إبرة المخدرات الجديدة في عصرنا. يعني في السابق كان هناك إبرة للمخدرات، الآن الهاتف بدلا عنها. يقول إنك تقول إن هذا الهاتف الذكي يوصل لك دوبامين 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ومع وايرد جنريشن، يعني الجيل متصل دوما، يعني الجيل متصل دوما بهذه الأجهزة، بهذه الأجهزة. تقول إذا أنت لم يعني تقع في إدمان شيء معين إلى الآن، فإن قريبا ستقع في تطبيق مثلا انترنتي او موقع انترنتي سيجعلك مدمنا. تقول بان الدوبامين هو ما يعده العلماء
عملة التي يقيسون فيها مدى إدمان أي شيء، فكلما زاد الدوبامين المنتج والمضخ في دماغك تجاه أمن ما، كلما كان أكثر إدمانا، أكثر تسببا بالإدمان. كلما كان هناك دوبامين في منطقة المكافأة في دماغك، كلما كانت هذه التجربة مسببة للإدمان. يعني قد تكون تجربة واحدة تعزز إدمانك، ما بالك إذا كررتها كثيرا. تقول من أعظم الاكتشافات التي اكتشفت بالنسبة لعلم الأعصاب هو أن اللذة أو المتعة والألم متواجدان في نفس المكان في الدماغ. وبالتالي المتعة والألم يكونان يعني وجهان لعملة واحدة، يكونان متضادان يلعبان في نفس الملعب، فهما يعني قطبان يلعبان مع بعض دوما ومتعلقان ببعض دوما. مثل يعني أو كتعليقا مني أنا، مثل كفتين ميزان، إذا نزلت هذا صعد هذا صعد هذا كذا، ودورك أنت أنك تتوازن هذا الميزان. ولكن هل يمكنك هذا الشيء؟ تقول نحن جميعا اختبرنا لحظة الرغبة بالقطعة الثانية أو الثالثة من الحلوى، أو شراء مثلا كتاب أو فيلم أو لعبة. تقول في هذه اللحظة كان العقل يلعب على يعني كان ال أو كفتين بما معناه يعني بشرحي، أنه كان يلعب على كفة الألم. فالذي أفهمه أنا أن هنا كان هناك عندك ألم رغبة، حتى لو كان قطعة شوكولاتة، قطعة حلوى، شيء تريد تشتريه. العقل لعب على كفة الألم، فأنت تريد تتخلص من كفة الألم بالحصول على هذا الشيء، تحصل على قد تحصل عليه تحصل على شيء من اللذة أو المتعة، يعني ترجح كفة المتعة. ثم بعد ذلك دوما في مع نزول كفة الدوبامين يكون هناك بعد ما ينتهي هذه المتعة ترجع كفة الألم تنزل، وهكذا تبدأ تتقلب إلى أن تثبت، إذا أنت ما تحرشت فيها طبعا، إذا ما تحرشت بالميزان هذا الذي أنا يحلو لي أن أسميه ميزان. تقول هذا الكتاب يهدف إلى أن نحن نزيل الغموض عن علم أعصاب المكافأة، وبالتالي نستطيع أن نجد توازن صحي بين الألم والمتعة. لكن علم الأعصاب ليس كافيا، فعلينا أن نعيش تجربة إنسانية كبشر، لأن البشر هم أفضل من يعلمون كيف نتجاوز الاستهلاك القهري الزائد للأمور. وبشكل أكبر هؤلاء الناس الذين يتحسسون كثيرا من هذه الأمور وهم المدمنين، المدمن على شيء ما يكون متحسس بسبب موضوع الدوبامين وعدم التوازن بين اللذة والمتعة والألم، ويريد متعة 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 في هذا الشيء، لا يستطيع أن ينقلب بعد ذلك إلى ألم ألم ألم، لا يستطيع أن يوازن فيكون وسط. وهذا الكتاب يحتوي على الكثير من القصص لمن وقعوا ضحايا الإدمان وجدوا طريقهم مرة أخرى في الحياة. تقول أن بعض هؤلاء المدمنين لديهم قصص صادمة، لكن في الحقيقة هم مثلنا تماما، غير أنهم
نوعا ما أكثر تطرفا في بعض الأشياء. تقول أن يعني سماع كلام هؤلاء أو قراءة كلام هؤلاء المدمنين يعلمنا بالضبط من نحن على الحقيقة. تقول أن هناك دراسة تقول أننا جميعا ننخرط في سلوكيات نندم عليها، كل أحد ينخرط في سلوك يندم عليه أو ينخرط في سلوك يتمنى أنه لو لم ينخرط فيه. تقول أن هذا الكتاب يعطي حلول عملية لكيف تدير الاستهلاك القهري الزائد في عالم الاستهلاك فيه أصبح نمط السلوك لحياتنا. الاستهلاك القهري الزائد أصبح نمط سلوك لحياتنا. وتقول في جوهر هذا الكتاب أن سر إيجاد التوازن هو بالجمع بين علم الرغبة مع حكمة التعافي. هذه كانت مقدمتها. قبل أن أنهي أريد أن أبين بأن يعني هي فكرتها أو نظريتها أن التوازن بين الألم والمتعة، بحيث أنك أنت لا تسعى إلى المتعة أو أنك أنت تحاول تتجنب الألم، بل كن شخص عادي بمشاعر عادية، لا تتبع المتع ولا تهرب من الألم، كن شخص متوازن. وهذا الشيء هو الذي حققه الزهاد والنساك في الحياة. لذلك ترى أن حتى الرهبان في الديانات الأخرى تجد أن الزهاد، يجد أن النساك العباد دوما هم دوما تجدهم أمتع وأسعد الناس. لماذا؟ لأنهم وازنوا الدوبامين عندهم، فلم يكن متطرفا في الصعود أو في النزول، لأنك في كل صعود هناك نزول مساوي له، سبب أن المستقبلات تتسكر وتغلق، تصبح لها تأخذ فترة على ما أن تفتح أو تنتج مستقبلات جديدة. فكما قيل أن أظن الشافعي سئل أو مجموعة من الفقهاء سئلوا، لو أن جاء شخص وقال ونذر أنه يتبرع بكل أمواله لأحكم الناس ولأعقل الناس أو لأعقل الناس، فأين تصرف أمواله؟ فقالوا تصرف للزهاد، لأنهم فعلا أعقل الناس، لأنهم عاشوا حياة من السعادة بسبب عدم استهلاكهم لما يزيد الدوبامين، ف أصبح الدوبامين عندهم متواسي، وأيضا بسبب ما عندهم من اليقين والزهد، فإن ضربات الحياة وتحدياتها لا تؤثر فيهم، فلا ينزلون إلى الألم، إنهم على نسق واحد، وهذا النسق المتوازن هو الذي يعطي حياة مفضية، حياة جميلة، حياة سعيدة. وهذا الأمر أيضا يتحقق بأحسن صورة حينما يعمل إنسان عملا صالحا وهو مؤمن. أتمنى أن تكون وصلت رسالة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.